فقررت من سنة 94 أني بكاميرا ألتقط صور الشمس وهي دايما في الشروق في الأيام الفردية من العشر الأواخر اللي هم 21, 23, 25, 27, 29. كنت مرة ببقى في الإمارات, مرة في مصر, مرة في ألمانيا. قلت ده كويس يعني أتنوع في المكان, لكن لو جي يوم واحد بس في ضباب أو غيوم خلاص تبقى التجربة في العشر أيام في السنة بالكامل فشلت, لأن ممكن يبقى هو ده ليلة القدر والشمس أنا شايفها من غير أشعة, لكن اللي حاجب الأشعة هي السحب والغيوم. وبالتالي جيت في سنة 2004 استخدمت أجهزة حديثة متطورة. دي كانت كاميرا فلترية, يعني بتشوف الشمس من وراء الغيوم, تبقى الدنيا بتمطر ممكن عن طريق الفلاتر نشوف الشمس من وراها ونشوف الأشعة بتاعتها عشان نتجاوز حتة لو في غيوم. ودي كانت كاميرا ديجيتال رقمية بتطلع لي 32 بيان تحليلي علشان خاطر أعرف إيه اللي قدامي, وبتحدد لي من البيانات دي الشمس والأشعة بتاعتها, وبناء عليه اشتريتها واقتنيتها. وكان معانا عدادات حرارة ورطوبة, ورحنا في منطقة اسمها الفجيرة في جنوب الإمارات لأن بعديها البحر, فالشمس بتطلع من وراء البحر, ما فيش أي عوائق, لا جبال ولا شجر ولا بنايات. وبدأنا نصور. عسكرنا في الحقيقة آخر 10 أيام في رمضان, ويوم قبليها ويوم بعديها, لأن في السنة دي كان في اختلاف كبير, كان في اختلاف 3 أيام على بدء رمضان ما بين الدول الإسلامية. وقعدنا كل يوم بعد ما نصلي الفجر نروح نقعد على الشاطئ ونبدأ نصور الشمس وهي طالعة ومعنا كل هذه الأجهزة. فضلت كل الأيام نفس الوتيرة بالضبط, الشمس طالعة بأشعة حارقة ما نقدرش نبص لها بعينينا أكتر من 3 ثواني, الأجهزة بتقول لي إن الشمس لها أشعة, الحرارة عالية والرطوبة عالية, لحد ما جي يوم لقينا إن كل حاجة سبحان الله اتغيرت. الشمس بقت طالعه من غير اشعه, شايفينها بعينينا وشايفينها في الاجهزه بتاكد لنا هذا الكلام. الحراره نزلت 7 درجات والرطوبه نزلت 25 درجه. اذا ده كان ليله القدر. احنا شايفين قدامنا دلوقتي دي الشمس فيها طالع منها الاشعه, ده يدل ان ده ما كانش صبيحه ليله القدر. في يوم 29 رمضان كان المنظر كده زي ما احنا شايفينه قدامنا دلوقتي بعنينا وبالأجهزة, الشمس طالعة ملهاش أي أشعة حواليها كما في الحديث الشريف كالقمر, وفي حديث آخر كالطست يعني زي التشت, يعني شايف الحدود بتاعتها. في الأيام العادية محدش أبدا يقدر يشوف حدود الشمس. بعدين دي بالكاميرا الديجيتال الرقمية مطلعة لي 32 بيان قدامي, اللي يهمني الألوان دي, دي الأشعة بتاعت الشمس, يهمني أول لون الأحمر, الكتف الأول ده معناه الشمس, والكتف الثاني ده معناه الأشعة بتاعت الشمس. الكاميرا شايفاها في اليوم ده, طلع المنظر كده, الكاميرا شايفة الشمس قدامها ومش شايفة لها أي أشعة ليها. إذن ده ثبت بالأجهزة العلمية اللي غير المسلمين هم مخترعينها إن في ليلة بتخرج الشمس من غير أشعة. مين من 1433 سنة يقدر يقول كده؟ معقولة آلاف الأقمار الصناعية والمراصد ما شافتش كده, ولا هم رصدوا كده لكن ساكتين عليه لأن ده بيتكرر في رمضان طبقا لما ورد في القرآن الكريم. اللي الواحد بيتمناه ان زي لما بيعلنوا عن خسوف او كسوف تلاقوا العلماء يسافروا لأقاصي الدنيا نيوزيلندا وألاسكا وغيرهم بالأجهزة عشان يرصدوا الخسوف والكسوف, اتمنى ان هذا الموضوع ينتشر وان الناس برضو ترصد هذه الظاهرة. من سنة 2004 لحد 2012 وانا بتابع هذه الظاهرة, معذرة لحد 2011 وانا بتابع هذه الظاهرة, ودايما بتتكرر يوم 29 رمضان, بمعنى ان هذه الليلة ثابتة لان حصل اختلاف هل هي متنقلة. لا, الليلة ثابتة لان نظريا هي ذكرى نزول القرآن والذكرى لا يتغير موعدها. انا عيد ميلادي 3 يناير, هيفضل كل سنة 3 يناير, مش هيجي مرة 5 ابريل مثلا, بخلاف ان احنا تابعناها بالفعل ووجدنا ان هي دايما يوم 29 رمضان. فان شاء الله انتظروها يوم 29 رمضان, ما تضيعوش ولا ثانية من صلاة المغرب يوم 28 رمضان حتى صلاة الفجر يوم 29 رمضان, الركعة فيها 30 ألف ركعة. اقول قولي هذا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.